أحبائي طلاب الصف الرابع، اليوم بإذن الله سنتحدث عن المحفوظات من كتاب لغتنا العربية لطلاب الصف الرابع، خافق في المعالي والمنى. الآن يا رابع ننتقل إلى التعريف بالشاعر، وننتقل كذلك يا رابع إلى شرح الأبيات الشعرية. التعريف بالشاعر: عبد المنعم الرفاعي يا رابع هو شاعر أردني من أصول فلسطينية، ولد في لبنان ونشأ في فلسطين وعاش في الأردن، درس في الجامعة الأمريكية في بيروت، وعمل في ديوان الملك عبد الله الأول. بعد ذلك يا رابع التحق بالسلك السياسي وأصبح سفيرا لبلاده ومندوبا للأردن في الولايات المتحدة. البيت الأول: خافق في المعالي والمنى، عربي الظلال والسنة. البيت الأول يا رابع المفردات: خافق تعني يا رابع يرفرف العلم الأردني عاليا، في المعالي والمنى تعني المكانة والمكان المرتفع الدال على الرفعة والشرف. في البيت الأول يا رابع يتحدث الشاعر أو يصف الشاعر العلم الأردني بأنه خافق في المعالي، أي علم في الأعالي يرفرف، وهو رمز الرفعة والشرف لأبناء الوطن وأبناء الأمة العربية. إذن يا رابع يتحدث عن العلم الأردني. البيت الثاني: في الذرى والأعالي فوقها من رجالي زاهيا أهيبة. المفردات: الذرى تعني يا رابع القمم العالية، هام الرجال أعلى الرأس الجبين، زاهيا تعني جميلا، أهيبة تعني له مكانة في النفوس. يتحدث الشاعر في هذا البيت يا رابع عن مكان العلم في القمم والأماكن المرتفعة وجبين الرجال وهاماتهم. هنا يا رابع إشارة للفخار والاعتزاز به فمكانه دوما بالأعالي. تذكروا يا رابع تحية العلم أثناء الطابور الصباحي. حيه في الصباح والسرى، في ابتسام الأقاح والشذا. في البيت الثالث يا رابع يتحدث الشاعر عن تحية العلم الأردني في الصباح وفي الليل بابتسام الزهر وعطره. هنا إشارة لتحية العلم في كل الأوقات والمناسبات. حيه معناها تحية العلم، السرى السير ليلا، الأقاح جمع أقحوان وهو الزهر الأبيض، هو زهر البابونج يا رابع، الشذا الرائحة الطيبة. يا شعار الجلال
والتماع الجمال والإباء في الربا. في هذا البيت الرابع يتحدث الشاعر عن يفتخر الشاعر بالعلم الأردني ويصفه برمز الجلال والجمال والكبرياء. شعار تعني رمز، الالتماع تعني بريق ولمعان، الإباء الكبرياء وعزة النفس. من نسيج الجهاد والفدا واحتدام الطراد في المدى. في هذا البيت يا رابع المفردات: احتدام معناها اشتداد، الطراد معناها المعارك، والمدى ساحات الحرب. يقول الشاعر في هذا البيت بأن هذا العلم منسوج من الجهاد والفداء وهو موجود دائما في ساحات المعارك. من صفاء الليالي وانطلاق الخيال ساجيا طيبة. المفردات: صفاء تعني هدوء، وساجيا تعني جميلا. الشرح يا رابع: يقول الشاعر بأن هذا العلم موجود أيضا في الأيام الجميلة وهدوء الليل. سر بنا للفخار والعلا وادعنا للنضال جحفلة. هنا المفردات: الفخار تعني المجد، والنضال الكفاح والجهاد، جحفلة هو الجيش العظيم الكثير العدد. يصف الشاعر العلم بالقائد الذي يسير ونسير خلفه جيشا كبيرا للفخار والعز والنصر. في مجال الطعان وانفجار الزمان ظافرا أغلبه. المفردات: مجال تعني مكان ووقت، الطعان المكان الذي يكثر فيه الطعن هو الحرب يا رابع، وظافرا تعني منتصرا. الشرح: في أي ظرف كان حتى لو في الصعوبات والحروب ستبقى منتصرا وغالبا. الفكرة العامة يا رابع: يرى الشاعر أن علم بلاده مرفوعا عاليا منتميا لعروبته فوق جباه الرجال والأبطال، ويطلب من الجميع أن يحيوه صباحا وفي السرى، وهذا العلم منسوج من جهاد الأبطال واحتدام المعارك. ودمتم بخير يا رابع.